طيب اسمح لنا ننتقل لخبر اخر استاذ محمد بعد كده المشاهدين. الخبر اللي معانا: مجلس النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبه التحرش. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه نهائيا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبه على جريمه التحرش الجنسي. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل الوطن نائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الآتي: مادة 306 مقرر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200,000 جنيه ولا تزيد عن 300,000 جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين إذا تقرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع المجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتها الحبس والغرامة الأدنى والأقصى. الحقيقة طبعا محمد احنا امام يعني خبر مهم جدا، والحقيقة طبعا حضرتك عارف وشاهدت قد ايه الفترة اللي فاتت حدث يعني بعض المفترقات البشعة. واحنا طبعا لما نيجي نتكلم عن ان الحكومة بتنتبه لهذا والدولة بتنتبه لهذا، ومش بس كده، مش مجرد انتباه فقط، ولكن تبتدي كمان تاخد قرارات وتبتدي تاخد خطوات، ده طبعا شيء احنا فخورين به. وانت عارف ان حضرتك يعني موضوع التحرش ده زاد بفتره يعني كبيره ولازم يبقى ليه ردع، فالحمد لله لهذا القرار. فبرضه تعليق حضرتك يعني تستكمل يعني الكلام. هو طبعا التحرش وتعرض للناس ده ظاهره عالميه، ولكن للاسف بيتم تطبيق عقوبات في الدول الاخرى بشكل مش عايز اقول قاسي، ولكن بيمنع مثل هذه الممارسات السلبية والضارة. الميزة في القانون اللي تم الموافقة عليه وتعديله بمعنى أصح إنه هو مش مجرد إنه هو تعرض للإناث في الطريق العام أو محاولة التحرش بيهم بالقول أو بالفعل، لا أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي وبالوسائل الإلكترونية. والحقيقة دي نقطة مهمة جدا، لأن الناس فهمت التواصل الاجتماعي غلط، فهمت ان انت يكون في ايدك موبايل تقدر تكلم الناس او تتواصل معاهم بشكل ما او باخر، فهمته انه اتاحه ليك لان انت تتعرض لبنات الناس وتاذيهم وتتجاوز خلقيا معاهم. الحقيقه ده طبعا يعني تعديل وتشريع مهم جدا، ومش معقول يعني واحده ماشيه يعني شعرها مش لابسه طرحه ولا لابسه مثلا فستان ولا ان انا اعاكسها او اضايقها او يعني اسف نوع من السفاله ان انا اسمعها الفاظ بذيئه. يعني الكلام ده ما بيحصلش في يعني في المجتمعات المتحضره المدنيه، ومصر دايما دوله حضاريه ولازم كان القرار ده. ولو اني احيانا انا شايف انه يعني مش عايز اقول انه مش كفايه لو كان التعرض مباشر في الشارع بطريقه ما، ولكن دي بدايه، واعتقد انه اذا لو تم تطبيقه بشكل حاسم ونلغي معلش وحرام ومستقبله وضيع او الكلام الفارغ ده اللي تسبب ان الناس استهانت باعراض وبحريه الاخرين في الشارع او على وسائل التواصل الاجتماعي، اعتقد ان هي خطوه موفقه جدا من الحكومه ومن الحزب ومن البرلمان المصري، ونتمنى ان يكون في تطبيق حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه التعرض لواحده ست او بنت في الشارع. يعني بدل ما يحميها ويحافظ عليها، لا ده يقل ادبه. واعتقد ان الخطوه دي خطوه جيده وكبيره في مسار الحريات، حريه المراه وحريه الاسره والمجتمع والحفاظ على القيم والاخلاق بشكل مباشر. مظبوط فعلا كلام حضرتك، واحنا يعني الحمد لله ان ظهر يعني هذا التغليظ العقوبه طبعا، وان شاء الله كده يعني نرى شبابنا في افضل حال رب ان شاء الله.